اخيرا كابتن عبد الحليم، عايز اخد رايك في ابرز الخطوط، خط الدفاع تديله كام من 10 النهارده؟ سريعا. الاول اول مجموعه كلها النهارده ما 7 من 10، يعني انت خط اديت اللي اديت يعني 7 برضو من 10. هجوم يعني هو كله قريب من بعض. صبري النهارده الاداء ما يعني بسيط كده وسهل النهارده. المستوى الجماعي تدي الزمالك كام النهارده؟ 7 من 10. كابتن احمد؟ لا، عبد الحليم مجامل شويه. لا هو الراجل، انا النهارده بالنسبه لي المباراه فنيا لا تتعدى 5 من 10. كابتن احمد بشكرك، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. كابتن عبد الحليم.